السلام عليكم بنات، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. البداية انا غزالات كل شيء بخير صحيحة، الأحوال طيبة، العائلة كل شيء مزيان. كنشكر اولا البنات اللي انخرطوا بالقناة ديالي واللي دعموني واللي مسانديني، وكنشكر الاخوات اللي تعرفت عليهم وانا سعيدة بالمعرفة ديالهم، وانا جد فرحانة عن جد، انا يعني جد فرحانة بهم. لهذا نقدم لهم واحد نقدم لكم واحد ديسير اللي هو عبارة عن واحد الكريمة. الكريمه هي كريمه ديال البعويض، ونكهه الفاني. الكريمه كنديروها بالاجاس يعني البعويضه، خصنا خصني بعويضه، عندي البواطه، انا عندي هنا بعويض ديال البواطه. اختي قالت لي علاش ما ديرهاش بسميتو بالبعويض العاديه، قلت لها عمري ما جربتها به، ولكن المره اخرى نجربها ونعاود نقول ربما تقدر تكون البعويض بالتفاح، يمكن نعوضوه بالخوخ اللي كيكون الوقت ديالو، يمكن نعوضوه بالمشمش حتى هو اللي مالح حتى هو يجي زوين. عندي بعويضه هنا عندي 425 غرام ديال البواطه يعني كامله هنايا. السيرو ديالها ليجير، ماشي 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 حلو بزاف. هي اللي خديت عندي واحد دانون ديال هذا ديال الفاني عندي انا، هو نورمالمون فيها دانون عادي، بكم ديروا دانون عادي يكون غير فلوتي. عندي 300 ملي ديال الحليب، عندي 30 غرام ديال السكر سنيده، شويه ديال القرفه. هي الوصفه فيها الغومارين، انا ما عنديش غومارين يعني يمكننا نغومبلاسيوها بالقرفه. عندي فاني، عندي واحد العود ديال الفاني، لافاني. يمكن لكم الا ما كاينش العود ديروا فاني، الفاني هكا غير لاغوم ديال الفاني عادي، ولا ديروا الفاني ديال الساشيه. 30 غرام ديال 40 غرام ديال فارينا، 30 غرام ديال مايزينا، وصفر ديال 3 صفر ديال البيضات. غادي ندوزو الماء، غادي ندوزو الطريقه من بعد. غادي ندير الحليب ديالي سخون كاسرونه، غادي نزيد ليه الفاني اللي قسمت على جوج، غادي نخلي الحليب حتى يدير حتى يغلى مع الفاني ولا القرفه. غادي نغطي عليه ونخليه 10 ديال الدقائق مغطي، يعني ملي غادي يبدا يطيب غادي نغطي عليه ونخليه 10 ديال الدقائق حتى ماشي يعني ندخل عافيه، ونخليه كيت انفيوزا يعني حتى يشرب داك الفاني وداك القرفه. السكر ديالي مع نضرب البيض ديالي مع السكر حتى يولي الخليط ديالي بيض. غربت الخليط ورجع بيض هكا، غنزيد له الفارين والمايزينا اللي غندوزها في هاد الغربال. نخلط حتى يدخل هذا سميتو الدقيق في البيض، من بعد غنزيد له الحليب اللي غادي نصفي، الحليب اللي غادي نصفي. من بعد ناخذ واحد الكوي ونحرك مزيان، نزيد 20 ملي سنتيلتر ديال السيرو ديال لي شاتليه من هذا ديال لي بوار من غاز. بعد ما زدت ليها السيرو ديال النقاس غادي نديرها فوق العافيه كاسرونه، غنديرها تطيب وانا كنحرك باش من 3 4 ديال الدقائق بلا ما نتوقف. طابت الكريمه كتجي على هذا الشكل، كتجي عقده، كتجي هكا عقده. نزيد عليها طراب ديال النقاس اللي بقاو ليا، 4 ديال طراب النقاس. النقاس 4 ديال النقاس غادي ندير درتهم هنا غنطحنهم. زدت الدانون، غنزيد كاس ديال الدانون وغادي نطحن الكل. خليت 6 ديال الطراب باش غادي نزوق لي كوبيل ديالي لا كريم ديالي باش نزوقها من بعد. من بعد غادي نطحن الكل وغادي نقدمو في الطبق النهائي. صدقوني البنات عن جد كيجي لذيذ هاد الديسير هذا، جربوه وردوا عليا. كنتمنى تعجبكم الفيديو، لا عجبتكم ديروا بارطاجيو مع الحباب ديالكم وقدموا الاهل ديالكم بالصحه والراحه. تنقول لكم شهيه طيبه والى الفيديو القادم ان شاء الله،
ونلقاكم في امان الله. ودابا هذا هو الديسير ديالنا ديالي بعد ما وجد، كنزوقو بشويه ديال كاكاو امير المر، وكنقدمو بالصحه والراحه للحباب وتاكلو بالصحه والراحه. ولهنا وكنقول لكم شهيه طيبه، وحتى الفيديو القادم ان شاء الله نتمنى نلقاكم على خير.